بالنسبة للأطفال اللي عندهم الحضانة أو الأول الابتدائي، بالنسبة للحفصة فهي في لابتيت، لابتيت بقى في لابتيت، كنعطيوها أوراق ديال التمارين ديال الكتابة. ها هما كي كتشوفوا هذا الخط ديالها، شوفوا ما شاء الله. غنعطيها هانتني، عطيتها اليوم غنعطيها الألف والباء. ها هما هي كتشوف كتكتب هنا. لو بغيتي تعلم ولدك الخط، ديرو الخط هو، تيري له الوراق من هذا الموقع هذا، هو فيه تعلم الخط، تعلم الخط يعني الحروف الهجائيه كيفاش كيتكتبوا، يعني الحروف العربيه كيفاش كيتكتبوا، وتبقى يتعلمهم. ديري الهمزه مزيان، الهمزه هذيك الهمزه دوريهاش كامله، يعني اكملي اكملي حفظه كما قلت لكم. تجيبوا لهم هاد الاوراق تيريهم، كتمشي للمكتبه كتيريهم وكتعطيهم للطفل ديالك ولا الطفله ديالك الصغيره، سواء كان او الخدمه. اييه هو كتعطي لهم يبدا يكتبوهم. يلا ما نزعزعكش، يلا اكملي حفصه. اوكي يا عطيه شي فيلتر بحال هكايا، فيلتر وعطيه وخليه يبدا يتعلم ويحرك يديه يتعلم الخط. تعلم الخط، كتبي لنا حفصه، كتبي لنا حرف الباء. يلا هذا هذا حرف اش هذا؟ حرف الباء. حرف الباء لا كتبي حرف الباء. شوف حرف النون. لا النقطة فين كاينة؟ لتحت حرف الباء. يلا اكملي اكملي حفصة. يلا النقطة لتحت هي حرف الباء. يلا اكملي اكملي. الباء في أول كلمة، ثم الباء في وسط الكلمة، والباء في آخر الكلمة. شكرا شكرا. اكملي 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 حفصة. وكما قلت لكم هذا أنت تعلمت تكتب حرف ألف هنايا، عطيت التمارين ديالو. نتوما كذلك ديروا بحال هكايا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.